يلا بويا. صلوا على سيدنا محمد بخير ما يصلي على الحبيب المصطفى. بسلام الله الرزق والعافية والستر علينا وعليكم وعلى محمد. اللهم مطعم موصل حي السكر هاي من المستقبل السمشي. صلي على سيدنا محمد بخير ما يصلي على الحبيب المصطفى. خير وبركة ورزق. تعال ابويا صور لي تعال. تعال نسال الله الستر والعافيه والرزق على الجميع ان شاء الله. عنوان المطعم موصل حي السكر بالاشارات المروريه. مطعم وزبوب ابو جنه اخوكم وخالدكم انا. هذا راح افتحه مال الشوي. بس ركز بيه. شوف الحركه دي وبص الحركه دي. هذا مال الشوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا كمل أبويا. تعال تعال أبويا تعال. هذا كله طلبيات مال شوي ومال تدوار. تعال أبويا وأخويا. صلوا على سيدنا محمد بخيل ما يصلي على الحبيب المصطفى. نسأل الله الرزق والعافية والسلام. أبويا وأبويا تعال. صلوا على نبينا محمد. ويا ابويا تعال. نسال الله الستر والعافيه والرزق على الجميع ان شاء الله. تعال. اخوكم وخالدكم علي. عنوان المطعم ليس على العنوان. مو بس سوي لنا مشاركات، اللي يسوي لنا اكبر عدد من المشاركات يفوز ويانا بثلاث نفرات، مقدمين مطعم مزروب ابو جده. تعال اخويا وهذا البز المبزبز. تعال اخويا اخويا تعال عبيدي تعال تاج راسي تعال اخويا تعال شرط من الصياد اليوم وصل. أخوكم وخالدكم أن نسأل الله الرزق والعافية والستر. تعال كله بز هاي كله بز من فضل الله الطلبيات خير من الله على البز. هذا كله جاي نفتحه ما تقلق. تعال أبويا وأخويا تعال الصلاة على محمد. صلوا على الحبيب المصطفى خير من يصلي على سيدنا محمد. نسأل الله الرزق والعافية والستر. تعال بس صلوا على الحبيب المصطفى. تعال سووا لنا مشاركات وساعدوا لنا البيت نسوي لنا اكبر عدد. بسم الله من المشاركات يفوز ويانا بسمت وزننا 3 كيلوات او 3 نفرات بس مقدمين مطعم وزبوب ابو جنة. حبيبتي سووا لنا النظافة. تعال سووا لنا مشاركات وساعدوا لنا البث. اللي يسوي لنا اكبر عدد من المشاركات يفوز ويانا بثلاث نفرات بس فوز دوا الفايز. فوز دوا واحد خلينا نطمش هاني. صلوا على نبينا محمد بخيل ما يصلي على الحبيب المصطفى. اشنو هذا الاسم بالانجليزي؟
زيد حبيبي وتاج راسي فزتوا وياي بثلاث نفرات بز مقدمين مطعم ومسقوف ابو جنه. اوراق مبعثره اختي وتاج راسي اوراق مبعثره فزتوا وياي بنفرين بز مقدمين مطعم ومسقوف ابو جنه. ليوث هذا لازم يغسل قبل ما يتثلج. اوراق مبعثره زيد حبيبي وتاج راسي فوزتك. هذا اخوي هذا شو اسمه هذا الاخ بالجوة ما يصير يفوز؟ ايه راين راين اسمه اسمه؟ راين الانجليزي راين 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 اخوي ريان اخوي وتاج راسي ريان سالم الذهب حي الله ريان سالم فزتوا وياي بنفرين بز مقدمين مطعم ومسقوف ابو جنه بعد ابوي بعد فوز والفوز على تفوز من بيت الخلفك صلوا على سيدنا محمد وسووا لنا مشاركات يسوي لنا اكبر عدد من المشاركات يفوز ويانا بسمكه وزنها ثلاث كيلوات او ثلاث نفرات بز سووا لنا مشاركات حتى نبدا نفوز اخوي اخوي تاج راسي صوتك شخاطه صوتك مقدمين مطعم ومسقوفه وجنه سوينا مشاركات سوينا اكبر على المشاركات وجنه ثلاث نفرات بس مقدمين مطعم ومسقوفه وجنه واخوكم وخادمكم بسلامه ورزق والعافيه والستر علينا وعليكم وعلى امه محمد هذا تسلخ انطمش ابوي هذا اللحم ماله وهذا الهبور صلوا على سيدنا محمد بخير ما يصلي على الحبيب المصطفى نسال الله الرزق والعافيه والسكر من الساطور ليوث؟ افتحها سوينا مشاركات وساعدونا البيت الشباب وناتي سوينا اكبر عدد من المشاركات يفوز ويانا بثلاث نفرات شبوط مقدمين مطعم ومسقوف ابو جنة او بز صلوا على نبينا محمد بخيل الماء صلي على الحبيب المصطفى نسال الله الرزق والعافيه والستر سووا لنا والفوز ليس اي واحد بس طين ابوه ابو فهد العبيدي حي الله العبيد الله فوق والعبيد جوا حي الله العبيد حي الله العبيدي الذهب حي تاج الراس اخويا العبيدي فزتوا وياي بثلاث نفرات بز مقدمين مطعم ومسقوف ابو جنه ابو فهد العبيدي فوزتك اخويا وتاج راسي حي الله العبيد على راسي انت وابن عمك طيب ليوث ارجع حق مصطفى اخويا اللي ورا شويه الله يسارك ارجع اخويا وابويا ارجع خلي صورك هذا الوحش بس ركز لي
بس تعال شوف لي الهبل. يسوي لنا مشاركات وصعدوا لنا البث اللي يسوي لنا اكبر عدد دحر بس دحك على ابو بدون عفو واخوكم وخادمكم هاي تعال عيون بس تعال بس تعال صور لي الهبل ابوي واخوي يعطيني الساطور ارفع ذوق الاثنين تعال طماش شوف الهبل اشوف ابويا واخويا صلوا على سيدنا محمد يسوي لنا اكبر عدد من المشاركات يفوز ويانا بثلاث نفرات بز مقدمين مطعم ومسكوفه بجنة يدري ستشين يا ابو هذا جبت لكم لعبد الله بسم الله الرحمن الرحيم اللي يسوي لنا اكبر عدد من المشاركات يسوي لنا اكبر عدد من الواحد يقدر ياخذ منك كيلوات ويسوي اي اخويا تاج راسي هبر صافي ينباع بالكيلو تعال تعال ابوي اخويا تعال سوي لي هذا هذا الوحش اللي قال يطلع وزنه 50 كيلو تعال طب هذا الوحش السمج الجناتر الاحواط تنقيهم يما ابو جنه وبس تعال طب صلاه على سيدنا محمد تعال طب بس ركز لي بس ركز لي يا عمك ابو جنه شوف الحركة دي الله يرزقك الله يعزك اخويا الله يحفظك الله يرحم امينا بس تعال طمش بس تعال طمش بس تعال طمش بس تعال طمش طمشني بس طمشت الهبل هذا شنو؟ هذا البز المبسبس ما ياكل الا ملبس هذا حرقوم شرط جيمر وحق الكعبه جيمر سووا لنا مشاركات شباب راح نسوي لنا اكبر عدد من المشاركات يفوز ويانا بثلاث نفرات بس مقدمين مطعم ومسكوك ابو جنة تعال تعال اخويا تعال اخويا تعال عضيتي تعال الهبل سووا لنا مشاركات وصعدوا لنا البث فوز دي واحد ابوي دي فوز وراح ياخذ السمك هذا ما عندي اقول له فوز عبالك حيفوز من عنده مالك نشوان عطيه حي الله عطيه الاول محمد حسين صلوا على سيدنا محمد نبدا نفوز مصورنا فوزني ام احمد على راسي ام احمد فزت ويانا بنفرين بز مقدمين مطعم ومسقوف ابو جند دوس لايك على ام احمد حي الله ام احمد تعال يقول اخويا بتاع جاسم تعال ابويا شوف لي شيل ابويا واخويا فوزت ام احمد شيل عندك دفع على الخط منو فاز بيها نسه؟ ام احمد تاج راسي اختي العزيزه حيا الله ام احمد تعال طبل
لا تقف على الفوز. اي تعليق تشوفه وخصوصا اللي يكثر بالصلاه على سيدنا محمد، نسال الله الستر والعافيه ورزقك. وغادي تكوش. تعال طمش. تعال. تعال مصورنا. تعال شوف ابو جنك حيسوي. تعال. وابسط اختي جيمر. ابسط اختي جيمر. تعال. سووا لنا مشاركات وساعدوا لنا البث. اللي يسوي لنا اكبر عدد من المشاركات يفوز ويانا بسم جوزة ثلاث كرات او ثلاث نفرات بيض او ثلاث نفرات بز مقدم مطعم ومسقوف ابو جنة. شفت العيوث ايش حيسوي؟ هذا هذا عليك بس تعال تعال. اقول صافي بدون عظم. ارفعها ليك ارفعها. ارفعها ليوث. بس طمشني والله ما جاب سيد اختي جيمر وحق الله. تعال تعال طمش ابو جنة الوحش حيطمشك. تعال طمش. سوونا ولا ابو يدي فوز فوز بخت الله. سوونا منو هذا؟ فوزنا ابو جنة مصور بخيل ما يفوز. حي الله ميرا بحجابي. حي الله ميرا بحجابي. فوز ابو جنة كراسي. تعال ابويا صوري الحكم صوري لي. تعال طمشت اخويا مصورنا الغالي. تعال تعال بس تعال. سوونا مشاركات. طبعا اللي يسأل عن نوع السمك بس بالمطعم ومسكوب ابو جنة الكايم في حي السكر اخوكم خادمكم ابو جنة. تعال طمش. هذا كلها تجهيز طلبيات القلي موجودة على التمن موجود عندها هبور. طبش. شوف الهبر. صلوا على الحبيب المصطفى بخيل ما يصلي على سيدنا محمد. سوونا مشاركات وساعدونا البث نسوي لنا اكبر عدد من الناس. كم واحد فوزنا تقريبا؟ اخر وحده اميره بحجابي فوزناها بنفرين بس مقدمين مطعم ومسقوف ابو جنه. تعال طمشني بس تعال طمشني. تعال اخوي طمش على اللحم ماله. واللي يريد بالكيلو هم نبيعه. اللي يريد بالكيلو هم نبيع. يلا شباب وبنات هذا البز بالنفر موجود قبل من ريد هبر بالكيلو هم من بيع. يعني ايش يوم تريد اني معاك اخوك وخادم مكاني. صلوا على نبينا محمد. اللي يريد بالكيلو هم من بيع. سووا لنا مشاركات وساعدوا لنا البث. اللي يسوي لنا اكبر عدد من المشاركات يفوز ويانا بسمك وزنة 3 كيلوات او 3 نفرات بز مقدمين مطعم ومسقوف ابو جنة. ابويا فوز. ايه مول يجي قدامك فوز لا تظل بخيل. ابويا هلا بالشباب. سهل يا عمر وعبيده بس لا تخليش لي. ليه ترفع ارفع؟ ارفع على يوث اخويا وابويا ارفع تاج راسي. صلوا على نبينا محمد كل جديد وبدمه يشهد الله ومحمد رسول الله وستر اختي مال اليوم.
هذا البيت صيد اليوم مال سد الموصل، يشهد الله ومحمد رسول الله وبستر اختي، كله مال اليوم. عمر صلوا على سيدنا مخول البيت. يلا اخويا من زمان متابعتك وتفاعل، اول مره فوز اميره بحجاب اختي وتاج راسي، والله ماكو حد خسران وياي، عمكم ابو جنه الكل تفوز، ويشهد الله ومحمد رسول الله وبستر اختي، ما ظل احد ما فوز، كلهم فوزتوا، الله وكيلهم، ما اعرف احد، الله وكيلكم. صلوا على سيدنا محمد، نسال الله الستر والعافيه والرزق. كل بز مال موصل درجة أولى ومال اليوم، اليوم وصل، يشهد الله ومحمد رسول الله وبستر أختي. هذا ليوث الذهب، سووا لنا مشاركات وصلوا على الحبيب المصطفى بخيل، بيصلي على سيدنا محمد. يلا عموري تعال نظف، يلا أبويا. يسوينا اكبر عدد من المشاركات يفوز ويانا بثلاث نفرات بز مقدمين مطعم ومزقوف ابو جنه. وهذا عندنا اخونا، تعال ابو خطاب، تعال تجيبهم جيبهم جيبهم، تعال طمش هذا اخونا عيجنن بنفسه. سوينا مشاركات وصعدونا البش شباب وبنات، يسوينا اكبر عدد من المشاركات يفوز ويانا بسمكه وزنها 3 كيلوات او ثلاث نفرات بز مقدمين مطعم ومزقوف ابو جنه. جار مصطفى خلي اشوفك، تعال طمش. يشهد شباب وبنات، يشهد الله ومحمد رسول الله وبستر اختي، مال اليوم ومال موسى. بعد تعال طمش، هبر صافي، بس مبزمز، ما ياكل الا ملبس. تعال ابويا، تعال 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 طمش، يلا. هبر صافي، كله جديد وكبو، تعال. اللي يحب بدون قلي وبدون شوي نبيعه، لحم صافي ينباع هبر، شباب هذا ينباع بالهبر صافي، اللي يحب بدون قلي وبدون شوي متوفر مطعم مصروف ابو جنه، اللي ريت كيلو وريت طب متوفر، ايش تحبون موجود، واخوكم خادمكم انا. تعال ابويا تعال سوي لي هذا، ارجع شوي توقف ورا بس ركز لي. صلوا على نبينا محمد، يسوينا اكبر عدد من المشاركات في الاسبوع ثلاث نفرات مقدمين مطعم مسكوف ومجدد.